مرحبا، راح نحضر تندر دجاج الباربيكيو. أول إشي بدنا صدور الدجاج منظفة، بدنا ملح وفلفل، باربيكيو صوص، بدنا قرشلة، جبنة أو بقسماط، القرشلة أو البقسماط، بدنا جبنة بارميزان، نص معلقة صغيرة من بودرة الثوم، نص معلقة صغيرة بودرة البصل، نص معلقة صغيرة من الزعتر. أول إشي رح نحضر خلطة البقسماط. رح نضيف الزعتر، التومة والبصل، نحركهم منيح. رح نضيف جبنة البارميزان، بنقلب هاي المكونات منيح. إذا بتحبوا إنكم تستعملوا البقسماط لحالها ما في داعي تحطوا لها هاي الإضافات اللي ضفناها، اللي هي بودرة تومة، بصل والزعتر والبارميزان. رح نترك هلأ البقسماط على جنب. نبلش بتقطيع الدجاج. ملاحظين إحنا شكل صدر الدجاج؟ رح ناخده على المفرمة، منقطعه بهاي الطريقة. بدنا هذا الحجم. بنكمل تقطيع الدجاج بهاي الطريقة لحد ما نقطع كل صدور الدجاج. بعد ما قطعنا الدجاج رح نتبله بالملح والفلفل اللي عنا. رح نخلطهم مع بعض منيح. هلا رح ناخذ قطع التندرز اللي عملناها، الدجاج التندر، نغطسهم بالباربيكيو. ما بدنا يكونوا كتير مغطسين. بعدين على دغري على خلطة البقسماط أو القرشلة. بنحطهم بصينية أو بصحن. رح نعيد هاي الكرة عبين ما نخلص كل حبات الدجاج اللي عنا. هلا احنا حطينا الدجاج، حطينا بالمقلاية شوية زيت وحطينا فوق الدجاج اللي احنا حضرناه. ما بدنا نكتر زيت لانه احنا بدنا نعمله مشوي مش مقلي، يعني حطينا بس هيك مسحنا المقلاية مسح بشوية زيت. هلا رح نتركه حوالي 15 دقيقة على كل وجه. هيك صار عنا تشيكن تندرز المشوي جاهز. صحتين وعافية. ما تنسوا تعملوا لنا لايك، سبسكرايب وشير.